بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. احنا عندنا فيديو، ملف فيديو، وليكن مثلا الأغنية بتاعت أنغام ديت اسمها مستحيل، الامتداد بتاعها MP4، ده فيديو ماشي، عايزين نحولها ل MP3، يعني صوت، يعني نستخلص الصوت اللي موجود جوه الفيديو، نطلع الأغنية عشان نستخدمها مثلا في العرض التقديمي بتاعي، عايز أعملها كده خلفية أو في الباك جراوند كده بتاع العرض التقديمي ماشي، أو أغنية وطنية أو أغنية تخدم العرض التقديمي بتاعي. الفيديو ده مش متخصص في الباوربوينت، ولكنه فيديو عام كده، إزاي نستخلص الصوت من ملف الفيديو، أو إزاي نحول ملف الفيديو لملف صوت، بحيث ان احنا نعرف نستخدمه كخلفية للعرض التقديمي، او نستخدمه اي استخدام، او انا مش عاوز اشغله فيديو، عاوز اشغله صوت بس. ازاي نعمل الكلام ده؟ بابسط طريقة خالص، انا هضغط كليك يمين، لو عندي كيو كيو بلاير ماشي هشتغل عليه، هقول اوبن ويز، الكيو كيو بلاير ده زي الميديا بلاير كده وزي الوين امب، مشغل من ضمن المشغلات ماشي، هضغط عليه كده، يبقى انا فتحت الفيديو بالكيو كيو بلاير اوبن، هوري لك شكله حالا. لو هو عند حضرتك على الجهاز هتشتغل عليه، لو مش موجود ممكن تنزله عادي وتعمله داونلود وتشتغل عليه تسطبه كده. طبعا انا مضطر اكتم الصوت على اساس ان الصوت ما يظهرش في الفيديو بتاعي، لان لو الصوت ظهر بتحصل طبعا إدارة اليوتيوب بتنتبه للأغنية اللي شغالة، وبتعرف إن لها حقوق ملكية عند اللي نشرها الأصلي، وبالتالي بتعمل لي حظر على الفيديو بتاعي، مش هيوصل لحضرتك. فأنا هكتم الصوت حاليا، وبعد كده أنا كده الأغنية شغالة فين؟ في الكيو كيو بلاير. هروح أضغط على المفتاح الصغير ده، هوت أدوات الفيديو، وهروح على حاجة اسمها تحويل، هضغط عليها كده هيفتح لي يعني الجزء بتاع التحويل ده، هوت اللي هو ده ماشي. خلاص احنا ممكن نصغر ده كمان كده ونخليه في اي مكان ماشي. الجزء بتاع التحويل ده اللي هشتغل عليه، هنا حطي لي الفيديو بتاعه ده، الفيديو ماشي بالابتداء بتاعه MP4، وبعد كده هروح على الاعدادات ديت، هي طبعا بلغة تانية، هي مش ما فيش مشكلة خلاص، المهم ان انا عندي هنا MP3 فيه جودة 320 في الام بي 3، وفي 192 اهوت، وفي ويف، ويف ده برضو تابع الامتدادات اللي هي بتاعت الصوت. خلاص التلاتة دول صوت، وبتحدد المكان بتاعك لو انت عايزه على ديسكتوب ماشي، او من هنا تصفح اهوت ماشي، بتختار المكان اللي انت حضرتك عاوز تضيف عليه ملف الصوت ينضاف فين. فانا اخليه على سطح المكتب عادي، اهو على سطح المكتب اوكي ماشي. بدء التشغيل، انتبه ايه اللي بيحصل هنا، اداني المؤشر ده السهم ده، وبدأ يعمل لي نسبة تقدم هنا، والوقت المتبقي هنا التقدم دلوقتي، يعني خلاص 35 37 40، فاضل 10 ثواني اهوت، 12 ثانية، 11 10، وصل لحاجة و80 اهوت، حاجة و70، حاجة و80، فاضل ثانيتين ها، خلاص كده 100%. المفروض ان الملف، واداني هنا علامة صح اهيت، الملف كده تم استخلاص الفيديو الصوت من الفيديو. طيب ملف الفيديو هيتم مسحه؟ هيتحذف؟ لا طبعا، هيتم مش هيتم حذفه ولا حاجة، ملف الفيديو موجود في مكانه عادي خالص. وملف الصوت دلوقتي ظهر قدامي على سطح المكتب، تعالى نعمل اغلاق لده ماشي، ونعمل اغلاق لده كمان، واروح احرك ده كده، هلاقي اهوت ادي ملف الصوت بتاعي ماشي، انغام والاغنية بتاعتي اللي اسمها مستحيل بالكلمات ماشي MP3. ده لو شغلته دلوقتي هيبقى خلاص هو ملف صوت، تضغط عليه برضو كليك يمين وتشغل بالميديا بلاير عادي خالص اهوت، اوبن ويز ميديا بلاير او وين امب او كيو كيو، برضو بيشغل صوت عادي نفس المشغل ده ماشي. بدأ يشغل الملف بتاعي اهوت
نسبة التقدم ثانيتين تلاتة أربعة خمسة، هو كده شغال. بس أنا طبعا ما أقدرش أرفع الصوت أو أوضح الصوت عند حضرتك علشان حقوق الملكية بتاعت الأغنية أو كده يعني. بس احنا كده وصلنا لاستخلاص ملف الصوت من ملف الفيديو، واقدر استخدمه بقى في العرض التقديم بتاعي او اسمعه على انه صوت مش فيديو. كانت معلومة بسيطة كده وسهلة في البرنامج كيو كيو، التطبيق بتاع كيو كيو بلاير، والتطبيق ده يعني جدا رائع ممتاز، عامل زي الوين امب كده وزي الميديا بلاير والحاجات ديت، ولكنه فيه امكانيات يعني متقدمة وكويسة. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.